بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكيل وبقول لباتني تضبات كمدا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الصيام بين كسوة الرباب وبيان أنه لا اعتبار عبابي هين لعديه إن الله تحقلين أينين بكبر الهلال بشويني ديدة يو صغاري يرانتيس إشو مركز ألاتو إنه يوين تهاي ويبوران تهاي إشو قبان يسوي إنه يرتهاي وحمعنا يتحقلين أما لها. وأن الله سبحانه وتعالى أمده حوين يي أما أمد لي للرؤية أركتبه إلهي بشكو مدلي ووقت كحرم ويين إنه بشو أي وين تهاي مركز ألانيس ويبلانيس يأين يرتاح وحكم وكحر المشر. فإن غم هدي للضروري ولا دبوله وآجي بشو كسب بحيس أما كبرنا يسي ضرر سكو دهارده سكو قريس. فليكمل هلا دم يسترو 30 صدن بري هلا دم يسترو مال موت هدو شعبان يهيو هدو رمضان يهيبا. أنت إن المركب جذق لين عشر كا عاوة وحان براروتين إنما السلة دي كصاب صنيت حديث كي أمنا أم سلمة هي زهري حديث كيسي تلم يكي عائشة يكي جابر با يكي جابر با تلمام يي نبي قو إنه كدار تي دمر كيس مدبلة كدمنا لباتني يسقال معلومات مر كي دمادير والنبي قو هير كيسي يقول كيسي بوقضي بشون النبي قو روا لباتني يسقال مر كي إنه عشر كمرة إنه حين تلمانا إن لبا قابو النبي قو كان كرو إنه بشو لباتني يسقال تاي وصدنا يسقو دماني إن لو وحيو ذي ووحيو كو كذي يا إن ونبي كحم باري على أقل ما يقع عليه اسم الشهر وصلواتني سقال بريئة لولا احتمال بوين الشجني احتمال كهوري وأهي النبي وحي كوك هذه أي حديث تلمام أي حديث ابن عباس بين كم مرة في سنن ابن ماجه عفوا في سنن النسائي من حديث ابن عباس عند النسائي في الصغرى وفي الكبرى وكذلك أحمد في مسند والطيالسي والطبراني وكذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار حديث كاسمرك إنه حسن يهي أما صحيح يهي نبعن لوب بدن يهي ومرك بشي لباتن يستقال أي مريسه وعصر لما ري أي نبي جبريل أيمت مركز يا محمد إن شهر 29 يا محمد إن شهر 29 ضياء المقدس إن حديثك هو حوجي مرك حديث كاسا مرك حو الرجحة يا هدي لبات دار اسكم مديهي نبي محمد بحاسس كي سكر دارتي بيل لباتني السجال مركي مريسو جبل يميت وكوي النبي محمدو بشوا لباتني السجال صدون بيكو تلقل مركا بيل لباتو النبي حاسس وقد دارتين لما الشيقين ومبشا ومكاهين مركا إنا يقصدو قصدا ومطايبا إنو كدين إنا ولبات احتمال متكوري وحيقا يان رجحي إنا هذا وحاكو لو كجر حديث كالسجال لغا فائدية ومأسنا مهم جدنا هدي بشا لغو أقاضو بخبر معصوب بشا دلاشة دي يبلا شيء دماشة هذه يين إلا باطن يسقالتها يين يسدن بوحتها هذه لغو أقاضو وحي يخبر معصوم كما لكن والرسول وحوي لا عبرة للرؤية مركا أيضا للرؤية حكم كحا أركت الله وحري قاب كله أنه أنكو أغانك ربشا بلاشة دي دماشة هذه مجرين أنك أين أركت إيين أن ترى دماشتر هذه لكن وحي لغو أقاضو ماشا وشوا كبح هذه وحيث رعى مسألة حديث كريب مولى ابن عباس ومولى أم الفضل كس أم الفضل كساب سناء نصوم مرأي حديث كاسي مركز لسوء قبا قبيه دوري طبان قاب أي وذاته وقها لأن حديث كا معانيه سيد دلالة ديس مركز لسوء قابيه لبع اللو أي أغو مرك يا أغو قحيك بدن إنا لدليشن كرين أن لو دليشن كرين مسألة أه اختلاف المطالع في الهلال أن لو دليشن كري مدى وجهك كوبات أما علادة كوبات وحاوي وحمسلة إجماع عند الأصوليين دليل كهدو احتمال قالوا أنه لا يستدل به الاحتمال إذا دخل الدليل هدو مركم مدلول أو قالوا محلك أما أو قالوا فلك أما صورة مركزا لدليشنين مركا احتمال كهذا قالوا أن الاحتمال أي المساوي
أو المقاوم إذا دخل الدليل بطل به الاستدلال بلا إرادة هذا علماء دورنا ويسكون ما نعرف في الحديث كنا وكي ابن عباس كسوم ما إنه عفوا كأفور ما إنه أركت ذا الرشام معاوية سوم كيس ولا أديك كريبة أركي ورك هذا الدن وحبك السوق هذا ما إنه محاجر سداس وصبره النفري وحكوه هو لغو وريري حديث كلو عفاسيران الله ما هيو ميل كلو أسوكو عدينا الله ما هيو رواية عند البيهقي وغيره أي وحيد جري ونبي قلنا فري إن أنكو أفر أركتديس كون صورنا أركتديس بش أركتدينا أنكو صورنا أركتنا أنكو أفر حتى الرواية هذه مفسرة لقد احتمال كيدا عدين سلي إلى هذا لفترك إشكال كلي كورنيس وإجمع بخلاف سنت إن أديك أركتيدا هذا كلية وحكو حرية مجرتو مسلمين تأركتيدا برك قيب كميدا إن غفلا بإجماع المسلمين رؤية كل شخص روح البينو إسكي واركو أما حكوح والبئيسك دو أركتو أما تولو والبئي قريق كستأيقونو أركت شرط ماءها وحكو حلنا مجرو بإجماع أهل القبلة وأن إجماع مقطوعة كتاب كي سندون خلافية الكتاب والسنة والإجماع وحيتو سين مسلمين تقيب كمدا أما بركود أركتو ذا وحكو حلنا هاي كل يونو ديان أركنا شرط ماءها مد والبئيسك ينو أركنا شرط ماءها إذن حديثك هو مشكل دلالة سورة معده دنوال بولو ديقابا احتمال باكجر مرك في مدلوله ومراده ومعناه والاحتمال إذا دخل الدليل بطل به الاستدلال احتمال كأن دلالة استدلال كبرنه وامدك محل الحكم قاله لكن دليل كقولي سادو قاله يبطل به الاستدلال بدوائن لقو براروه احتمال كلاقه الله هو احتمال مقاومة أما الراجحة إلا ذا اسمك وإلا بنان قتال وحكى له مرك ماشي لا ترك العلماء والفقهاء وفقهاء الحديث العمل به فقهاء الحديث أئمة الكبار باكتغي كردقا كحديث كاني أحمد بن قاضن شافعي بن قاضن مالك بن قاضن أبو حنيف بن قاضن ليث بن سعد أئمة ولم باكتغي مذاهبت علماء كمدو عن مجتهدين مطلقين هاي أما أصحاب المذاهب أنا هين يرؤية مستقلة ولا غي بين إقاتان كوجوه عند الشافعي لكن أئمة الكبار فقهاء الحديث حديث كان واكتا جين معين واكتا جين لقضية فيه ما عاد معنيه سبد لا يزبان عضي كريبان لا تفرضوا سيدا حديثك كوري لبدا ارموت با اوغو ميمسن مركه حديثك حديث لا قادن كرما مركه انو سو لبن مسالدي حالا انو برارو جيناي واد فانتين بدن كيد اون يور بان كتابنينا وقتي وا انغ سو شيغنا وقتي وا لبا قيبوت وقتي عام او غوت او مالين يا بيل يا سنه دو كولا اي وقتي خاص او كخيران حل معينه وقتك قوت هدوم مالي هاي غروب شروق بكحرية دون إذا مالك مدى هدو قرح دو عضو مالك وروات تغي كوكلا باللوضي قبل كهدو دعو مالك ثلاثة أربعة باللابات الدون كورنا أربعة باللابات خميس باو باللابات جمعة باللوضي وحي حكم مالك بعينه كحرنا باللاباني هدد هوني إذا كتيرا هدو هبلاي أربعة مركز لقارة واديقة فرنطة الدون كان ميشو أوه الرئيسي أربعة يكاقا شيء كفر ميسا وركان إذا فانتين بيلت ندر بادقا شو حاتر أربعة سومية لأن حكم كان وحكم يوم كحران يوم كان وحكم باللوضة بغروب الشمس وحنا كل ماذا بطلوع الشمس إذن وقتك عام كا اختلاف المطالع شغلكم لها هذه طلاق اللي قحره يهدي النذر يا شرط اللي قحره يهدي الدين اللي قحره قرما الدين تنكو قولها هذه السين وحان كسين يا مانت صماءها تلاذها تلاذي ذا كلام كسين يا قبل كسنين أدمر كردعه وحان حقول يا أنا عبد وكوب وضان كردعه صوص العقد تيدي محل تلاذوي هذه هذا هنا تلاذي وتي مرايك وي تلاذي لما قارين هذا يكوت الله لأنه هو حكم كحران يومك
يوم كنا مشوا دونك قبل لوضع دونك دون يوم بوية هلا كل هرجعرو تاسمرك وقت عام بيشونا واسيدا سوكله بيشونا واسيدا سوكله سنة كنا واسيدا سوكله وقت عام بالليل هذا سقوا محي وحكتو زايد كفهم إيسا بيشو مرك هي بيلاتو الدون كورن بيقول بيلاتي بيلا بغادي يقول بيلان ميس إنك أفريقيا شو قلنا بيلا بغادي نقول بيلان ميس تا أمريكا كبلاتي أما أستراليا كبلاتي يمد برجع الصومالية كبلاتي يجلس كأفريقيا إسكو مدوي هدي أنا نوع بالهيدا بيش تكت سعوت أيه هالمرة بيلاتا وهرو رقاقدي ما ين لبات بلقلي رمضان هذول لواتين سجل كده ما ينسي دي لواتين بعدو سونتي أتت نقعد ما ين كايدا لأنه شيء صون نقول يا ما شيء عصبانيم هالمرة ببشا وأنا دماغه لأن الشهر هو محي ووقت بين هلالين الشهر لغة وشرعا وحسا ومدده ولا حيس لباب بلوت لباب بلاشو شهر محلي هذا بشا بلندن تأتي هرب بلتي أنت ولا حيس مدده لواتين سجل كأغير وبنان نقطة صدق كأي بلي هذا أدون كهالمل هالمرة بدلتها ما نصون نقوليس ودي ميس أنا ما أنت إيه بلتي ما أنت ده هو بلتي وما نك لبادة بش سعوت بش تكتي صدر هذا بعد فشل مدون تا مركي تومن توي لباتني سال كده ما تو هاي إيمان إسناد هي سدي لباتن صون تو وقت عام كساس وكجدون وحيابها كله وقت خاص ك كحران لول كأما خطوط العرض كحران وكل دوانية دور كأديو هو قلمي مد عصب بانيج يجي لهاي وكل دوانته بشو كلامه النجار هني يروح عنده كنا مثلا ينقل الظهر لبيه طبعا كيو صدّن هي مقدسه وحلاه ينقله قالوا شن ساعي بر أما شن أما اللي حسابه قالوا أبو حادي والرمض شوي تكذين تكهدار عند ما يدور كي لما قادر محيلي الزوال كي يقولي لما قادر وقتي خاص كاه أنا الزوال عصب بعيد بلادي والحكومة بلادي مرهرة قولي على بس عكدي بزوال كوب بلاباني نول بزوال عصب بأقل هي يتكرر وقتي خاص كا يتكرر يتجدد أما وقتي عام كا لا يعود ولا يتجدد هالمربوك مريا أدوكم أنا أقل هي وأنا أتكلم فانتا سيدة الصلاة وكل دوين أقون دروا هنا ترسي صلاة هي بروح اسكم دماها أوقات الصلوات يا أوقات الإفطار يا غروب الشمس وطلوعها اسكم باب ما محايا النول بعقل هيا كوا صدن كله الرية كوا شيء طبعا كله الرية كل بس دي اللي يجرو حق بريجة قرحي يوسف بودا شروقنا وحكوه الرية ضد كبري حق قرحي نجحه غروبكم وحكوا ضمبيا ذلك قلبيت كتيرة اللي قلت صفر بيكون ترتاي دي رضو حاك مكالا كعيو قرح تسيد عسل كدب التقيس ظهر بالغيب انت الضوشو وحقي اسعد قرح كدب التقط انا برق كون نقط برق واد كدب التقي هذا حق الضوشرة حق يكتب ضمبرتو بري الضوشرة قلبيت باتقي أضو برقنا الجوع أضو دوشود هذا ماشي جوا وكبري فجر بيكون غنيس هيدارتو ديراني سوشي أنا فهمت بيلت هذا ضمان مرتنا هذين بعد هذه هذا ظهر ردنا الصبح بعد هذه سيا برق إذا وقت خاص كأسو يتجدد ويتكرر نول بمر بوجل هيا محايا للزوال كذا هذا اللي جوا زوال كريم قدشان وحوق عليه وهوري ساسي كسر عني سكا خاص كيوسن كجا خلدمين وشيخهم بأفرت بق قرحة وطاني والإيمان دعم بادي ومرة على قافر من الهبلة وحقيقة قال ما يو حلاقو حري غروب الشمس وينه وين الدعدي ظهر محلاقو حري زوال إنا قرحة قوي عتبر تمها عركة وين له لي نول با سبب كحوم كل قو حري مركو أركو هيه أيو تكن أسوم عفوا أيو تكن أفرايا لكن رمضان محل بحر أركتي إن لا أركو وأن لا أركي محل توقيسا كجواب دور حد ريمض جوي تكن دور كي تكن كوير وحالي أنا دور محل بحر
الزوال زوال كنا وين لما قاعد نقصنا زوال كيسي ولا قاعد. طيب كان ماكن محلي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته والله قوض بإجماع المسلمين مسلمين تقايب كم ذي أركان وسن شرد هاي نول بيون واركو أما تلول بلقى أركو بإجماع المسلمين هذا بيش هادو أدون كم مال كم ذا لقى أركي حكم كنا بيكو وحده وكو صلاح هاي محدث كجري هذي كجواب دوك وقام قياس قادن كرتيد هي وقتي خاص كها إن أتفهمت مهم جدا فرق وأقول حيا وقتي خاص كيو وقتك عام كا لأن العام لا يتجدد هروس عني وتجية أما متك خاص كا نول بمر بمر يا مركزي واجب كيس طابني أنا قلت زوال كي مر باللجاري غروب الشمس كي مر باللجاري طلوع الفجر كي مر باللجاري أنا وادي قهر يسمى وادي قدم بيسا إسكو باب مني أما بشان وقت عام وي كالسنة واليوم هل مربو قلا ما نصور نغني هروس قد بهيا لكن زوالك بقول زوال بنغني مليون زوال نغني لك يا بادتكم إليك للجوغان لكن بشوا شهر واحد وله أيام معدودة هذوكم مرانا ما صور نغضو تك ما إلا بابا باللابان مثل الدحاب رمضان شبه مرأي هذا الله بكم مرأي ما صدح بكم مرأي أدون كم مال كم هذا اللقاء أركانا النبي وحوري اللي قصومه لرؤية والله أركي أدوكم حتى قيسة القرآن كنا محيوكم فمن شهد منكم الشهر فليصمه شهد هنا معاني بضم بالوقوح مبارع عند أهل التفسير وأصح تفاسيرنا فمن علموه فمن علم تفاسير تكالورنا وحكو جرا محذور إشكال باكو إماني لكن فمن شهد منكم الشهر فليصوم هذا الكفر سرت نينك أجادة بشي إنا يدلت رمضان هصوم لا إشكال فيه وهو أحس أصح التفاسير وركان الفانتين بيلتا بشي نينك أجادة أظهر هلك النيروب فرديو أولي من دهها تاج وحياب طب مباصفير إنه أو دداب وعني أو دبلي إلى رأس عصير هي أرقابه وعني يقردو يا أركويني وحالي وحلق أركي ماليزيا هندية أستراليا فمن شهد منكم الشهر مطا مسماه فمن علم بواد وقالت معاد سوغيسا معاد سوغيسا نبي محمد وصوما وحل عصر لمرها يالي بشا نقا حالي أرقم وقفوا رسولنا عليه الصلاة والسلام بري عيد وصول دراري يعني أركتبا وحلو حري أركتبونا مسلمين تقايب كميدا وقوقوا فلان بالإجماع الدون كورونا بيشو حيوغا شاهل مر مرسو النقطة وقت عامة سيدا وحيو فهما عامدا للقوي وذا دي اجتهادي أركتدو دي كفة سهادة إسكي إلالي أقدم وحي تكتاد دي ركينيو هيو المحاور كيسي لقد قيسان هي كمان رب مالي هي وركا ما يزال هاي سؤال الزوق حضي هاي وذا سؤال ريا سؤال يا أركي بيشو الشيخ قصي لك ما نملي ما عبالك قد يسمى علي باش سياسة بالنقط سياسة بالنقط اللي قول عيار وحارد على إنا يكلا الصومان أو يكلا عيدان مديرة إيا بلد حاو أما بولا حاو أو تقانام صمد ما يدار ما ركتي ما تكتي وهل ما قالوا بوردر كي يكستم كمديرة إيو ماشي عسكري الصومالي وتاين بلد حاو حاو دحي دم بها دانسكي إلى لي هل كان إيو مساعد قال الداية مساعد قال الداية وماذا قال الداية 97 كما يقول دميزين عن ورارة لغاية وابو أسأرك هاي والباب كاس شريكه كلو هذا نما قالوا إسجادان أمالي وقالوا والله واطير أرسل كورو هذا هو إسجاد ديب ريمدير قوري ويسومي ريبال حاوان قوري وحما سياسة بمسوة الدين ما قبلايسي سكس بيكو باينا حكومة مس الدين بينك هلاينا مسلمين تؤدون كم ماشي الجوغان بش ماشي لقى أركو وين لقو صومه هذيك لو حد خلافه يسا كتاب الله وسنة الرسول وإجماع المسلمين خلاف كذا مركو إنه اللقوع دردارو اجتهاديات خلافيات قالوا والله قيابا لكن أذوقو ماشي سفي عن أغفر رسول فهن فرق يقول حي وقتك خاص كيو وقتك عامك يسنس وحبيت وقلياس كي قيس قاتو ورر كاسا هايست شيء سو نوق نوقونيا او قرخ كخيران
iyo shay aan soo noqnoqon inuu bil ku xiran ba isku khaldahay hawsha aad u kala fahmo inta aan kaga tago go'i soo noqon masuulay soo noqon doonta ramadaan ku yimaadana kulli hadan laga burmi dooray bal cashirka yadan iska wad حدثنا أبو بكر نبي شيبة قال حدثنا محمد فضيل عن حسين محمد فضيل من غزوان الضبي عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن عمرو بن مرة الهمداني عن أبي البختري سعيد بن فيروز قال وحلو وذاتك الطائر ربني طياوي قال وحلو وذاتك تابعك رجل قدر يوم الجماجم فقال تابعين تاوي إن كان أبو البختري وحجاج ربنا ما يدليل فقال الله يمكجره قال وحور وذاتكاس خرجنا وانو بحني من الكوفة كوفة كبحين خرجنا من الكوفة للعمر عمران وبحني كوفة نكبحني عمران وبحني فلما نزلنا مركان ودقنون كفراني ببطن نخلة ماشا النخلة الدحري دي نخلطه ومركا وامال مكاودو مال مكاودو وحق باري مكاكيكتا باري مكاود هذا المضيق بالليلة وهذا اللي يقنى المضيق بيرمك ويقنى المضيق فلما نزلنا مركان دقني وكفرنا ببطن نخلة ماشا الليل هذا قال وحول تابعك ترى أين الهلال بش رمضان بانو في فيرين ودون دوني أي تكلفنا الرؤية إن أنا أرقنا بالفيرية هذا ماشي كده لنجرت فقال بعض القوم وأنا أرقنا بالإيش من ببقوا سنة رمضان فقال بعض القوم مسلمين تبركوا وحيدة هذين هو ابن ثلاث وأسد حبين وهبين صدحات بشو وهبا بشو وين أنت إلا أكتر وقال بعض القوم هو ابن ليلتين نمنا وحيدا ما يوالا بهبه وباللب يمي وبالصدح قال وحور فلقينا ابن عباس من لكه لنيف فقلنا وحنقول إنا رأينا الهلال بشبا أرقني فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وبالصدح وقال بعض القوم هو ابن ليلتين وباللب فقال وحور أي ليلة رأيتموه وركن تتكديسا بشهبين كذا أرقتين فقلنا وحان نكون لي ليلة كذا وكذا هبينك ما له بلان أرقنا هبينك كاسي كاس أبان وأرقنا فقال وحول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي قال وحولي إن الله اللوين مده حكم ذلي مده وحؤوين يؤتاق للرؤية أرقتي إن لأرك درتت فهو هلال كذا أرقتين بشا أرقتين لليلة رأيتموه لليلة رأيتموه لليلة هبين بواد الرأيت ما أركت هبين كذا أركتين بشي دلته وهي باللبن ما هين بالصدح أنا ما هين مدة هو بهذا ماشان لكان مدة يا مدة بوا والي مدة ثلاثية يا مدة الرباع بوا وي مدن وحن أبدا يا هاي مدة إلى آخره في إن الله أمده الليلة من حيث اللغة سدا صابدا قرآن كنوه كلا قادوها دو شيء خير هينا هذا خير هنا أمد الله استعماله هذا شيء شر هنا مد قرآنك استعماله ونك للدواه أمدت في الخير بعده ما شاء القرآن مددت في الشر مددت في الشر شربا كنت أكلية أما كنت أغيري أما أنسي كحجي إيا خير بان أكرلي أما كبيري وكل دوي إنما نمدهم به من مال وبين نمدهم أي أمد الله كان وأوجدان وأمددناهم بفاكهة وأمددناهم بفاكهة قرآن كحقك هلا هاي حق حق إيش شركة مع كيمد ونمدهم في طغيانه وإخوانهم يمدونهم يمدونهم ولا يميل يا يال الجذو إن لا كرر بي إن لا جذو وحاولوا بدن هاي قراءته هم إن لا كرر بال لوب بدن ياي يمدونهم ليدا يمدونهم نوالا قراءة سبعي ابن نافع وأخريان في الآية طيب بركة هذا مده ودل يدوا وكي ثلاثك أمده وإيمان دونتا وإيمان دونتا مده إلهي بان مدلي من المدة وذا داي كفسرة إلهي بشو مدل إنو قد قي وكأستي أركتؤون وحكو حرن متر وين إذا يرانت إيه أركتي وحكو قياستا وحنا هو قوستو أو كسوما معناها السوكا ولا صوبانو هدي أمده اللي إذا هدنا إلهي بقى وينيو كردي ويسي الله أركو بيش وح الله أفوفي اللو ويني إيش إن الله شام بالله قربي وطبعا واركتا أحاديث بانا كنت من آخر الزمان كي علامة سوحا كميدا بيش أو ويناتو الله أفوفو انتفاق الأهل إلا اللي إذا بيش حالي بلطي شو بالصدح وي باللبوي
ما دعي كرتين إني بيشن عاوة بلا تلي إذا هذا وقوم برونتان وارتين تلي جين بلو ما كيد دلنا هيا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر محمد عن شعبة الحجاج وحدثنا المثنى والبشار قال حدثنا حمد جعفر غندر أخبرنا شعبة عن عمرو مرة الأمداني قال سمعت أبا البختري نينك وراء مركة عمرو مرة وران حسين عبد الرحمن باكا قادنية مركة هادنا شعبة كقادنية شعبة مركة كقادنية قال وحول أهلنا رمضان رمضان بان نوب شيء أما بشي سان ورقنا ونحن بذات عرق أنقو جوغنا ذات عرق ماشا اللي هذا أو ميقات كي ري عراقة يعني مركة ذات نخلي بيقولوا ذا ويسودوا ويهين فأرسلنا رجل نبانو دري إلى ابن عباس أود الري يسأل وأسوء إنه ويدي درت له شاء يذا فقال ابن عباس وحيي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اللوين قد أمده حؤمد لي أما أمده حؤوين يو أفوفي لرؤيته إن أرك درت يذو اللوين يو عفوا إيش الله له فإن أغمي عليكم هدي لكن لا إذن كذب ولا أرك ويدان فأكملوا العدة ترى شعبان بوحشة وحي كذب بين الصومة مركا من الأمد بلغك يعني من الامتداد لا بد من وهي أما امتداد ككينا أما من الأمد ومضلين ككينا أما وينين يحوجن كدقا لا بد معنا بإزديد ما هي وعنا في عام متك مددة أي هذا سياق قوة أكسن باب بيان معنى قوله شهر عيد لا ينقصان معنى ابن عباس كهالله إن بشهر رمضان لقوح لأراكتي أما تريد والله ما يسره ومسألة إجماعية دمرا ملا شهر عيد لا ينقصان لباب بلا عيديد اسم الديمان شهر عيد لا ينقص اسم الديمان حق أجر كأم حق التيرادة بشهر رمضان يدو الحجة لو جيدة إذن رمضان عيد معها رمضان عيد معها ما عيد لو يدي لقربه من العيد بيوداده قاركو لي سيدا صلاة المغرب لو يدي ووتر كمالينتا وتر النهار حال لوجي هاي صلاة المغرب وصلاة ليلية جهرية وصلاة هبين قراءة اللجرة صلاة المغرب لكن ما دام بعد غروب الشمس أي تماضه ما لين كان أي لعب بسوء يسكت دري صلاة هاي ساس اللوجي صلاة المغرب ووتر النهار بش رمضان عيد وحلوجي مركي دم عيد بصلاحيس وكل جن لقربها من العيد أما ذو الحجة يده دو عيد حقيقة أوي حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني يزيد بن زريع التميمي البصري عن خالد الحذاء خالد بن مهران عن عبد الرحمن أبي بكر عن أبي أبو بكر نفع بن الحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لو بردوا عيدات لا ينقص من اسم الدماء رمضان وذو الحجة ورمضان إيو بش عرفه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق ابن سويد العدوي إسحاق بن سويد ابن هبيرة العدوي البصري وننثقه إلا أنه رمي بالنصب إنه علي النعباب الله الشيخة لا أحب عليا أي أورنجري صدرتيت مسلم يبخاري بحديث كان يكوريا مقرونا وذاتك خالد بيكل راي وارته خالد الحذاء خالد مهران الحذاء بيكل لارين وتابع صغير نكاس إسحاق بن سويدة ابن عمر بو أركي صغو جمرات كطورانية عبد الله المزوير وحبه كما قالوا حبه كوري وتابع صغيرة صدرت العلماء ذوي توثيقيا ابن أحمد إيو وذا دهر دن وحيدا وانين ثقاء صالح الحديث وحد ضعيفي وحاكج أبو العرب في كتاب الضعفاء أيو كو ضعيفي أصغو وحور نكاسي أبالا قد قيسن ما يبور أبالا قد قيسن ما يمحاي لي كان لا يحب عليا ومن لا يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة بور صحابة إن كان شعلين وأن علي شعلين عدل ماها ثقنا ماها الدين اللي قد قيسن ما يبور أبو العرب في كتاب الضعفاء وذاتك مالكي قاها حقنا مؤرخ محدث كأبا أصبو سدايري انتو ذكر لكل وضوح سكور أن معين أحمد حنبل نسائي نيكل أورنجري أبو حاتم الرازي ابن سعد عجلي كل وضوح مرة يعني يعني ثقة ومن رجال مسلم والبخاري وأبي داود والنسائي والترمذي عفوا أبو داود والنسائي هي مسلم والبخاري أفر تاوي ترمذي من باجر روايكم الله
وذات كوسيدا سوي إسحاق من السويد العدو نين آدو حفظ بضن وعقل بضن وأيام العرب آدو يقان حق أن شاعر الزاهد أيو آد لو جعليا لكن فذا ساكتمت كان يحب يبغض أو لا يحب آل بيت رسول الله وعلي نقام مركا سقا يقان آخر وحولتك لك هذا نو رواية إنسان قبانين ما أسوى نلو قول رأي إسحاق بن سويد وخالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وتابعي كبير عبد الرحمن الصوق عن أبي بكرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان شهر عيد لا ينقصان حروف أبو العرب حروف ومن لا يحب الصحابة فليس بثقة ولا كرامة وركاس وصوي ورأذ فعل لا ينقصان لا ينقصان تاسمرك في حديث خالد حكجر شهر عيد رمضان وذو الحجة لفظ خالد الحذاء كما جروا رواية إسحاق بن سويد ابن هبيرة العدو البصري معناها مركة لبب الوضو عيدات اسم دمامان نقصامان معناها اللغو وذا أدبال لسكوه خلافي رأيك أي مرين أحمد حنبل إيو أبو عبد الله البخاري في صحيحه إيو أبو بكر البزار إيو وحيدهم وحلقوضا لبضن برود رمضان يذل بش عرف ذو الحج سنة قذيه لباتني السقال كمرد رمضان كنتني سديد مال موت كمرد رمضان تن لباتني السقال هذا ينقطه تكان لا لباتني السقال نقطه وحين نقول إن كنتني سديد مال موت في سنة واحدة هل سنة قذيه رمضان هذا لباتني السقال نقطه بش عرف صدم بوحي كمرد رمضان هذا عرف النقول إذا لباتني السقال رمضان بار نقول إياه صدن سنة قديه إن رمضان يدو الحج عرفه تقنن صومالية أي وذا النقضان لباتني السقال مرد عضه هل كاسي مريم بخاري يا أبو عبد الله بن حنبل الشيباني وكذلك أبو بكر البزار أحمد بن علي المثنى وذكرنيس وذا ده هل كاسي كنت نفتر ربما نقطع قرس أبو جعفر الطحاوي وذا ده حقو إشكال كانوا وحيد هين أنك أرقني رمضان لباتني السقالة ذو الحجنا أين نقطي لواتني السقال وحلق جواب كرا هين وإذن كي الأرق ينموين حقيقة مدعي كرتو لوا بلوت إنا يكونتون يسيدين نقطة إنه إنا نقطي أنه بن آدم بأننا يزدوان مرتو والله يابا لكن حقيقة عند الله سبحانه وتعالى شهر عيد لا ينقصان من حيث العدد وي وذا دهال كاسي مارين ورقوا وين وإما نمو وحيليين شهر عيد لا ينقصان من حيث الفضل والثواب وي ترى بشغلكم الله بشهر رمضان لباتين سقال بها قرد ماتي وحلقوا قرية أجرك هذا الصومي صدن مال موت ذو الحج لباتين سقال بها قرد ماتي أجرك هاتكيه ليس هذا الصنطية هذا عمل خير وفربنا لاتماد وابل لما يسترن إن عدد كله علي إن ثواب كله علي لولا معنى الله يسكوها هيا لبدا معنى في معنى صدح هذه ما افرض والله شيء لكن مثل ظاهر كاو راي غوري شرع عيد لا ينقص من حيث العدد او من حيث الفضل لبدا معنى بعض لو بدا معنى صدح هذه ما افرض والله شيء ومن خطابي اي شيء ان حبان باب بيان ان الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وان له الاكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك حبابي هاي إن العضي أن الدخول في الصوم صوم قليد ديسو يحصل حكور قلا بطلوع الفجر صوم قحوب اللوضاء أكت اللباد يا صادق ودي اللعبة وأن له الأكل روح مسلم كوحاوه هذا إنه وحنه يا وغيره قلما بهضي تاي حتى يدلع الفجر هبينكي عنتي عبتاني يوحي مركض بان تاي قدام بالله إيمان كرتاي خوب بنان إلى وقت كد الله عيش محي الصوم كحكب اللودا وبرجع من وقت الله عيد وحاكلوا كتاب باب كوسا بسين وبيان إن لعد صفة الفجر وقت ما تلمانتي طلوع الفجر فجر قال الله أيه تلمانتي سأل الذي فجر كاس وتتعلق أي كحران تاي به الأحكام أحكام تاي كحران تاي من الدخول في الصوم
ومن الدخول في الصمصوم لقد قال أحكامتي الصوم كحرنيت فجر كحرنتا يطلع النعيس يفجر لقاه ليكيو يئن لا تلمام بالأدل الله كينو يدخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك هي صلاة الصبح وقت إنه قال أحكام تكمد يعني صوم باكحرن طلوع الفجر ما كحرن صلاة الصبح باكحرن ركعتين الفجر باكحرن أحكام ضم باكحرن من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك يئن كلا أحكام تكلبا هذه نذر كحرنا هذه طلاق كحرنا هذه أحكام ضم باكحرن ما هي طلوع الفجر حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن شعبي عامر عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه صحابي كان سي اشكال خلوه غبخ و هو اسلام سنه 90 هجره اما طبنات ومتاخر الاسلام ودكتي وادم اسلامي ايضا سوره البقره انا مره يسو دكتي وسنه 2 هجره ده مركا قال ابن وحوري عدي بن حاتم لما نزلت مركا يسو دكتي قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر حتى عنو اسكعب وحي أبنانا هبين ننشو أبنانا الله إماذا حتى يتبين لكم إلاو إذن عداد إذنكو الخيط الأبيض ليلنك أما ميقعت واللقوضو وبرق اللقوضو من الخيط الأسود ليلنك أما ميقمدو إذنك عداد يا إلا وضع ميق أما ليلنك ربحان عنتديني عبتانك إسكواتو ومن الفجر كوبا يانسن وأه محلق وضع خيط ليلاً كعطئية متكمدو من نوحا لغوة بياض النهار من نوحا لغوة سواد الليل بياض النهار والخيط الأبيض الخيط الأسود ومحاي وسواد الليل هبينك مقدقيس مركب من الفجر وحي الله بنيس الخيط الأبيض خيط الأبيض كأيال لغوة دلاع صلاة وبرقة اللغة جيدة قال له عدي بن حاتم وحيولي مركب هذا سود دكتي سود دكتي هذا وحشكال أقعدنا إنسان صحابي وادم بوب إسلامي أيدنا واهوري سود دكتي محو عدي أولى مركي سود دكتي وحوجي إذا مركي سود دكتي أنا وأنا اللي قلت الأخرين وقاعدوا إلى وادم بوب إسلام مركو سنة النبي محمد وادي دين كي بر مركو سنة بو صلاة بو بري والزكاة بو بري أو صوم كي بو بري أو كويري إسكعون هبينكي إلى وكاغا عضادو الخيط الأبيض من الخيط الأسود أيدنا النبي واخري مرك آيات من حيث التطبيق هي العمل بها عند عدي حلقة ومغلي بيؤتها أنت أسوك لأنه مكلف خطابك السمعي وحوق قبطه بالبلوغ أو الإمكاني من البلوغ إلي من التمكن من البلوغ إلي إذن تاسو أجي دائماءها نزولك وركمها الله قال له عدي بن حاتم وحكور يا رسول الله سلك لها يو إني أجعل مد سيدة كل رقمها حوقاتي خيطك أبيضك يا خيطك أسودك إن لقود اللبهو قان يا الله حرقه عادية ومن مدوي هاي من عادية هاي هو قان مدوي بسوق هذا يمدعط بركن تردكتا أكتي سميشو تشيفو وفيريا عندي نوز قوضة مركي اللبهو يندوه كلا صوعان أيو ده واقوا بريو توتيا وصون كان باللابا اللي واقوا بريو بدان لبا حرق هذو قول مقدة كتر هذا كلا ساري كريم من واجو برجي سيفتنك وداقلها كعكس وداتها مويه وحاول يهوشها وحاول قوي مد وهذا بون نبي قوي نبي الله يحول عنه وهذا وصا هوشة يدير تان قرق ما وحنا الزمايا لبه قام بمشي إيال هوشي وقال يا سعد يا رسول الله رسول الله يو إني أجعل وحان قليا تحت وسادة بركة الهوست هذا عقالين لبه قنا أما لبا حرق بان قليا أما لبا الدبر عقالا أبيض وعقالا أسود دبر دبر يا سيتم ذوي مد عطبا قريب أعرف الليل من النهار سنو قرطب رهبين كما نكو كلا قرطب أي أعرف الليل من النهار أي اللي يعرف الليل من النهار سنو هبين كما نكو كلا صعو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك مرض سداتي بركنتاد لعرض ويوين توا بلارنت بركنتاد هدي بهبين يمال قرنيس أما وابر يسعب لكم قرية لو رنت رأي أي أي أسطورة يسوع بركن آدي أدو وين بضهي ستاب النبي عليه الصلاة والسلام إن وسادتك بركن تادو لعريض ويبلارن تاي مر هذا قريسي واجي بريس وابر يسعب لكم قرية سعب وحسكوا إنه كو قريو حرق حرق كو قرن هي
إنما هو خيط كالغوض الخيط الأسود وحاوي سواد الليل خيط الأبيض وبياض النهار وحال غوض خيوطا الغوشة من نوام حوا سواد الليل هبين كان مكدقيسة من نو حوي مالك إفتين كيسي إلى إسكيسون معناها صحة إعادة يا صحن إلا النبي وقرن يا سحابك حو دبال نمو قرن يا من قاب نمو قرن هيا إن قفاك العريض يا إن قفاك لضخم إن العريض النبي وجد سدا محسوس كعادة قداد يتشاقي إيو بركين إيو حرق لغو ما قرن كرو وابرق يسوي عدي أو ما قرن نبو دقنا ما قرن أسوكو حقو حنباري ظاهر كي نسكو كو حنباري خيط الأبيض يا خيط الأسود مفهوم كاسنا بعض العرب استعمال جري في لغة طي أكو ما بجرين بقى أكتوضو خيط الأسود وامحي والليلة يهجاني يحرق مدوي مفهوم كان هبينك الله استعمال وخيط الأسود مالك يفتين كي سمركو سلك قد العالي هذا خيط أبيض ومن لغات أهل الحجاز لغات الريح حجاز ويحكوا أغاركا قرآنكم إنما نزل بلغة قريش مركز الشحابي وحل وعنا انتم لها لغة قومه ماها محكو حنباري حلاهم ما هو معروف عند أهله نبي محكو أطلع صارتي وعدين لها إنه فهم أيه ما دام إنه يغازي على ورنا وضيوها وركنا كور قبو نبي محكو إنكو قرنا يا عروت يرى أنصار بابا قرنا يزي سيعدي أوه أصبح يزي نبي اتكل على فهمه صحابه اتكل على لغة قومه وحب مركو بإيه مجره زمخشري إنما وذا دوحة كتابك شرحي بها صحابه وحلم هو قرن هيا شيقا وينا تمعي وعام حي واتكفف تعارم باتاي فالكاسي إلا أذين خطأ وي في مقام الصحابة هولها سلقوا ما دقدقوا وحنا سوكوا من مجره حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضي بن سليمان النميري حدثنا أبو حازم واسمه سلم بن دينار الأعرج وذكرنا إنسان أبو حازم مركو دبردو أبو هريرة وأرضويه يا الأشجعي وياي أما إن كان وسلم سلمان الأشجعي وأبو هريرة يروي كثيرا يروي عنه كثيرا حدثنا سالم بن سعد قال حول السحاب الأنصاري قال لما نزل هذه الآية آيات مركي سودك توكلوا واشربوا عنوا وعبوا اسكسوا حورتا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال حول السحاب كان الرجل أي منا نن قد نك نقمده وحوه يأخذ كيق هذا خيطا أبيضا ليلا أما ميق عدب هذا هي وخيطا أسودا قد يدا عدين كحكايون أيه ومركه أسطور أيه إنه صحابي كابا يكون على وادع كرته فيأكل واسكس حورن شري حتى يستبينهما إلى أكل صوع كلا عض يستحرق مذوبا يجي وقان كم عض حتى أنزل إلى رب سودجي من الفجر فبين ذلك رب وعدي مرك واي كلا دم بين نزول كآيات أنت ذاك ليه أنت هي من الفجر كلمة قال بجرت معي إلي تأخير البيان إلى وقت الحاجة وبناية هاي سيد الراجحة لكن عن وقت الحاجة أيام بناني وقت الحاجة وحم وغضي مرك أيدك وقارك خلت كفامين من الخيط الأسود دي يخيط أبي خلت كفامين مرك من الفجر لكن أنت كون ريزي حاجة مجرين وحلم هذا يي لغة لا يقانون لاستعمال أي آية دي إن تذكر أي فهم آيان طيب حدثني محمد بن سهل ابن عسكر التميمي قال وأبو بكر بن إسحاق الصغاني محمد بن عيسى الله إذا دوات قنان قال لا بدأ وحيد هذه حدثنا ابن أبي مريم أبو جيس صدح هذا اللوتيري وسعيد ابن الحكم ابن محمد بن سالم أبي مريم بالله مركب ابن أبي مريم بالسكوران وذات كاس أخبرنا أبو غسان واسمه محمد المطرف حدثني أبو حازم سلم المدينار عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية آيات مكي سودك توكلوا واشربوا عنا وعبوا صحورت حتى يتبين إلى وإذن عدد لكم إذنك الخيط الأبيض وأقب برغيس إذنك عدد من الخيط الأسود ذهبين كتقديس قال فكان الرجل نك وحوها إذا أراد الصوم صوم مركض عينه صوم ربط أحدهم من كتبة حرج جري في رجليه ليس لو كل حرها يا الخيط الأسود والخيط الأبيض حرق عض أما ليلا عض يلين المدو فما فلا يزال مزول كمزول مدين يأكلون حوني ويشرب حبا حتى يتبين له إلى وعداه رئيهما مقال كودي
رئيهما بعضا يدغان احسن اثاثا ورئيا سقراك ميدن كوار منظرا او لونا او زيا رئي كاسا ليدا حتى يتبين يا وعد له نينك لبد ليلن كو كل خيده لوغها رئيهما موقال كودي ميدب كودي او لونك وا لوغ فسرا اما برتودي موقال كودي. فانزل الله سبحانه وتعالى وحسود جي بعد ذلك مرق اشكال قويمد من الفجر خيد ابيض كو خا من الفجر او اوقت يواغ برغيسا اما حدق يو هوغان يا سيتي دور من ما فعالم وحي اوغادين انما يعني النبي اوجيدو عفوا الله اوجيدو انما يعني بذلك الليل والنهار ربي انه كوده هبين يا مالين الى اي كلا بخايا هبين مركه مخو كدماده طلوع الفجر مالنا مخو كبلودا في حق الصائم طلوع الفجر. حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رافع عفوا محمد بن رمح بن مهاجر البصري يا المصري عفوا قال اخبرنا الليث بن سعد وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا الليث عن شاب الزور عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل هل كمرك وحب الواسونا النبي يقول لما اذن اولها صلاه فجر صلاه فجر رمضان بقونك هاي صلاه فجر ودم بالا هيد بلبد وا لسكو هي وحان لو بداي هي ادلن اي تسايا رمضان ان سن غونكو اهين بش فجر كو اولها لبم اذن لبم اذن اذان هوري يا اذان دم بأولها سيد هذا بعد يشاء إن بلالا ابن رباح يؤذن بليل هبين نبو آدامة فكلوا واشربوا سحور به نعبا حتى تسمع إلى أدمقشان تأذين ابن أم مكتوب أم مكتوب ميل كيذي آذان كيسي لأدمقشان عبد الله نوال يدا والنبي قال أبحي عمر نوال يدا حكى لو كجر حديث كإنه يدا لغو آن ينكر ولغو نسبة ينكر وهدان حمان يدرد أن لقوة دين دان دورد لقوة أصحابنا دقال كي بدر كدب وإن ربي لو حكورو إنو نقبي راجح أقي دمنا قادسية مركي لفرنا العراق رقي دولي هالقمي باسو إن دولا هالكاسو كشي دي بار لوب بنايا ودادنا وادن بود انتو يوبا داو عمو صور الله بطيبه الشيغان. إذن إن سنده حوي صلاة الفجر لبن مؤدن لو سمايو مؤدن حله رأى ذامه ومضى توسية إيه مؤدن صلاة إنك قشو مضى وشوك هذا كدن بيت تقانان هدأت شنت الآدم. حددنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهم عبد الله أخبرنا يونس يعني ابن يزيد الأيلي عن شاب الزوري عن سالم عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا بلال بن رباح يؤذن وحو آدم بليلها بنمو آدابه حل أن لقارن صلاة الصبح أن لقارن وواقو سنبرين فكلوا سحورت أو واشربوا عبا وحيد عنيسان حتى تسمع إلى مقشان مسلمين آذان ابن أم مكتوب آذان كي إن أم مكتوب عبد الله آم عمر طيب صحابي إلى آذامه وعلي من كراماته كمد دقيق بها سوى إن الله هاي وحب أركين إنو سيري وقفه نادر بأهيت سوى لو شيء انت بدل مر مره نمن كل جو دي جري عبد الله هو صاد واد على كو دفو دت مسلمين تل جو دي جري لكن مره قارك هو بدنا نحب لو شيء ومع ذلك او اصيبه حلي قبل كو دحاي بو غرانيا حلي توكدي انت سلاتري توكدي حلي دتكين اسكو قلقل هي حلي قبل دحاي حلي وبر لا سكنين ان مساعدي وحلا فيري كو مشغول ما دت وبا قياسنا ريمين وي قناه حلي غور هيان حلقي نصنا يا دكتور حلقي بودا هيا ماشي اصعد حلقي تك هيو يقنا ماشي اصعد حلقي تك نيك رمي وقرني من الهبلو ما انت الظهر كي بان تك يا بكله ونو تك هيا هذا نجيب كلا قد عيد وحرم بقى قياسا لكن بالله بايدين كدير روكي زوما. حدنا النمير قال حدنا ابي يجير هانكو النمو نقول اللي بدر بود حيا قوم وادون باركا هيا حركاسو حدقي انا اراك بابا لقيا حدثنا ابي ابي وعبد الله ولكن هو محمد حدثنا عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان لرسول الله رسول كلا وحوها مؤذنان صدح مؤذن النبي لها في صلاه واحده وفي مسجد واحد لم يصح اما هذه اللوجو صدح مؤذن بولها لما مدينه جوكتي يا صحابي مكه جوكا صحو مكابو محذوره كادم جراسو
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان لبن مؤذن ما نبي قولها بلال وابن أم مكتوم الأعمى بلال إيو وذات كين دولها أصغن أم مكتوم أها ونن قرشي أصغن قرشي أوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل بلال هبين نمو آذاميا إذن وإيهام كسنو ميش خسارية إن ضدك قاركو سعورت بكتا قان أما يوقاسا سادين يد الله عضي بنو كالبرية وربلال آذان قيزو حله روب آدماء وغنى ذهرابتان صوك عدان وترسا وترك تكتان نينك حلما هبايا الله وطلق علي آذان كدنبانا صلاة إنه قشاء لدن كش من والدن كتوسين من صلاة لدن كش إنه قش كلا فهم. فكلوا واشربوا حتى يؤذن إلى آدم ابن مكتوم قال ولم يكن بينهما ولم يكن بينهما عبيد الله يا أرنى الرواية عن نافع ولم يكن ماهم بينهما أي بين آذان بلال وآذان ابن أم مكتوم إلا أن ينزل من سودك هذا بلال أسودك من أردك سودك أما قولي لديرك آذامي وكسودك ويرقى هذا كنقو كره وإزدامر جري يعني ويسود وايوي آذانك بلال يمدك عبد الله المكتوم وإسا ساراي وحيا بودحي كنتون آيات الله آخر يعمل لحين آياتوت نما يسعور ديارو تاينو كبب سياو دحيسو ما كلفقي قد يضع مركب وحي بابينا إذا مذهب كأي شافعي قاها يم نو كتبت أوش الرجيح جري أو أورنج جري وحاوي هبينك نسكي سدما بديل لقاره هبينك دوك على بارد مبا نصف الليل لح ساعة راضي تكتبه أذانك الصلاة فجر وافسعين كود هبين نمو لبضا صدح لغوض فنكر مركب أوش أسي ما جوا معي لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا 50 آية كنتن آية دوت وترتيب لغة أخرى هاي وحلوة أخرى لواتن دقيقة أما شين يتوان دقيقة نمكن أن قرآن كببسي جزء كده أن لواتن كو أخرى كما الله كاسو قرآن آخر اسمه وحسابك عليه يا كوا برق ليسو يحوق توفي تحيلو كاسو ولم يكن بينهما ما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا حابن حجر علو تلماما روان الحولية حديث عبيد الله من طريق ابن عمر كما إيمان لفظي كان حديثك عبيد الله عن القاسم بكيمت عبيد الله بما شاء الله باش أقوله يلا بس أحب أكورني عبيد الله عن نافع ابن عمر وعبيد الله عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظي كاني ومسلم كوكيني بحافظك إلى هذا في رواية عبيد الله عن نافع عن رسول الله وكوكيني كما إيماننا وحكيم حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة هذا صحابك الشيخة لكن هذا أن مهل حافظك هوش الشيخة ومراتك عاي. وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثنا القاسم عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وطمرتين هذا هو عبيد الله عن القاسم محمد بن بكر عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي بمثله بمثل حديث ابن عمر مرك اللفظي حديث ابن عمر بكوء حالي مسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. وحدثنا ابن أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد بن سليمان الكلابي حا وحدثنا المثنى حدثنا حماد بن مسعدة التميمي كلهم ودادها أبو أسامة عبد وداد كان ضمبي حماد كلهم عن عبيد الله عن عبيد الله بالإسنادين كليهما لبد السند بقى لبد وذيب كوري عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وطمرتين عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن رسول الله لبد السند بصاصة وققات جماعة داني عبيد الله حتكي كقاتين بالإسنادين معا أي بالحديثين بالحديثين لبد حديث هذا مريسي كدو الوريق عبيد الله. فذكروا جماعة وحي شيئين نحو حديث ابن نمير جماعة داني وحي وريين حديث عبد الله نمير عن عبيد الله وقلي وريين وريين حق اللفظ وجهه ذا. حدثنا زيد بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن سليمان التيمي سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن ملم باليدا أمول يملم بوالخ ومثلث الميم بالشيخة وذات قديم وهاوي تابعي كبير مخضرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم يوسن أديدن كريب أحد إذن كمذا آذان بلال بلال آذان كيسو من سحور سحورتيس نبي وحور عليه الصلاة والسلام
بلال آذان كي سحورته يسندين ديدين إسك سحورته محي آذان بلال أهبين نبو آذامه لا يمنع عنا أحدا منكم أي لا يمنع عنا آذان بلال أحدا منكم من سحور إساس إسكو قحران يا مكة إسكو ترتيبنا إزال أو قال أما النبي يحيي النداء بلال بلال روقيسة من سحوري فإنه بلال يؤذن وحو آذامه أو ينادي وحو رواقا بلين هبين نمو رواقا ليرجع سؤول لابطه قائمكم كين تغنى ساتل تغنى قعاورا ساتل تغنى يمساد كي يمد أما هول ميالك لكت كني سجور أقول لابطه أصحورته ونان صنصته ويوقظ أتوسي نائمكم كين تشيفين وصاد أتوسي إن صاد الذين توسيو كي سوچه دينا وقره كل بسحورته ايا الله قطلق لي وقال وحر سبنه ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه يعني بغض وحوت الماما بالله مسلمين سهر مريي سيدا أود الله أكتا صادقا أكتا فجر كاذب أكتقانا أكتا رنت آينيو مدى ربط أصيك ليه وقال نبحو ليس ما أهانن ليس الفجر الصادق أوقت ربطة أما مد الصلاة يكح رنطة الصوم لكن أكو واجبه عندنا يكح على نقطة ما أن يقول إنه يلا هذا هكذا وهكذا إنه كر هذا عقبنات ككرب هذا ساس افتين بارلوك كسوك عوس ساس وبحا أيها ضب إن ملقى شداد مدام افتين كر طوش الله قبطي وصوب وحوص لقى النبي يده وقع عند سبب فوري صوب أي خفضه هوس انتو النبي وقي يساق عن تيدي متكسان نغان هيا ما ورفع قرب ونوقع النبي انتو قع عند سيدا يلي يلي اوقت مدى سيدا قد الله عيسى كر آدي سماها حتى يقول إله اوقت أي تلاد هكذا سيدا أي تلاد أي بلارته أي فافته وفرج بين أصابع إسبعيه ساقوك لبحض فجل الساد قوات تقانن قنتو قد الله عيسى افتنك سمركا ساقو بلارني لكن كان وحاوي ساسوك عيا تشكر الله قبت المويس وساسوك الدوية وفرج أنا بحوك لجي بين إسبع فريس وكلا قاد وسيد سوك لا قاد وإنه ساق بلاده انتشار وإنه سمايو توسع امتداد وإنه سماي نك كن كر هذا هيو وأوك بينات وعي أوك تدبت أنا وي بلاده أنا بقول أنت زوت المامي يقول يفعلون بكذا أنت وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر سليمان بن حيان بمقع سلي هذا عن سليمان الطرخان التيمي بهذا الإسناد غيرها سيشاء أنه قال أبو خالد الأحمر وحوي اللي أسقى متابع أسقى إسماعيل بن رحمه متابعين إيه إن الفجر أوقت ضبط أوقت ماها أوقت ضبط ما ليس إن الفجر أوقت ضبط صاد يكحرن طيب ماها ليس الذي يقول هكذا ماها متكي هذا كروك عيسى دايد هذا وجمع أصابعه وفريس النبي ورشوه كل مية ثم نكس مركز فرج إلى الأرض مثل سيدا أدير هذا أما سايد هذا ما ولكن فجر صادق وحو لكن الفجر الصادق والذي مثل يقول هكذا سيدا يد هذه بلا ربها وضع نبي حصاري المصبحة فرمروك ستدا أما مدن سبحان الله ستو حدثة على المصبحة فرتك لو صار سيدا سكو قبت ما سيدا سيدي ومد يديه كعم سنوات تاقي نبي سيدا سيدي مثل ساق بلا دوي كساو كلا بحوي امتك قر او كايس دا ودعما وحدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا معتمن سليمان ادنينك اركاي كخرنت انو ساعد ولغي اسكا سوما جيرن وحن فيريو ان ما دا اسكا دبتان قور مو فجر با ساو كعاي مد با سيدا يرا دا فهمها هي وعاصد محويين بن شيكه وي حدثنا معتمن سليمان وحدثنا اسحام ابراهيم اخبرنا جرير يعني ابن عبد الحميد الضبي والمعتمن سليمان كلاهما لبدا وجرير يمعتمر عن سليمان الطرخان التيمي ودي معتمر به بهذا الاسناد سنة كانت صومرته سليمان وصومرته سنة كسي وعن عن عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وانتهى وحقوق الماضي حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع ويرجع قائمكم ويرجع ينبه ويرجع قائمكم قائمكم يرجع هذا يدك على قلنا إنسان يتاي رباعي ثلاثة قام بيكوت ماذا هذه متعافى أي متعدد تدي لازم تان أبغى سام بين يرجع ويرجع الآخرين ماي أرجع الله لهم ماي ورجع لهم هذا لازم تاي يدي متعدد توي مفعول قد بيزبا هل كان بيتاجنا نيس
يند وحوم برارجنا يا وحوم برارجنا يا نائمكم كيني كيفي بتوزن يا أذان كبلاب ويرجع وحوم علينا يا ويرجع 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 ملا يقرن طاي ما خطأوا سواد إذا مش يعني متعدي لازم كده واسكمت متعدي لازم كده سيد اللغة الفصيحة واسكمت ويرجع وحوم علينا يا قائمكم كيني تكن وعلينا يا وبلاب أذان كبلال وحو توسينا يا كتيفة وحونا علينا يا أقول وسكوع علينا يا كي تاقنا هرانا وحظو مرتين ليرجع ليرجع قائم وكم بطو مرتين سوى مركة فاعل لو تريو لازمة هذا نوح مرسة سوى متعدد اسكسينا قصة عضا دم لها وقال إسعاق وحوري قال جرير في حديثي أسوه وليس معها أن فجر صادق أن يقول هكذا ولكن فجر صادق وحوى يقول هكذا سيدة سؤبها يعني الفجر الصادق وهو المعترض وليس بالمستطيل فجر صادق ربط وحوى هو المعترض ومتك اسكتبه ومتك بلارد سيدة أفافة وليس معها أن بالمستطيل متك سيدة أستاقي اسقطن شمعها. حدثنا شيء من فروخ الحبط قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن عبد الله بن سواد القشيري عبد الله بن سواد ابن حنظلة القشيري حدثني والدي أباه بأيت بي أنه سمع صمر من جندب الفزاري يقول رضي الله تعالى عنه سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم نبي محمد يقول أصغره لا يغرن أحدكم متكيسا كذنين سحور تؤدي إذن نداء بلال من السحور لا يغرن أحدكم متكين سنكذن وسنكذن وكذكر نداء بلال بلال أذانك من السحور سحور تيسي يهوليس بلال هبينم آذاماي هولي نواتوي ولا هذا البياض أكتن عدي كعيس كر آذي سنة إذا سحور تيدين ديد حتى يستطير إلى أباه وبلاده حتى يستطير أي حتى ينتشره إلى أباه وبلاده. وحدثنا زيد بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية حدثني عبد الله بن سواد عن أبيه عن سمرة ابن جندب الفزاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغرنكم آذان بلال يسن إذن كذن آذان كبلال ولا هذا البياض أكتن عط إن صلاة كحرنين لعمود الصبح صبح تيركيزي صبح التير كيسب النبي كوضا كوضا هذا البياض تير كعادة كرو يستاجا صبح صبح أكحجو أيو أكتهري أيو النبي جذاب يكوري حتى يستطير إلى أبلاده به هكذا سيدا أبه أكتو سيدا أفده ماشي وبرجن وعداه جدود كنا صبحه بالان كرو بود هي المدة سين تييدا لا بنا ذا نبي سرحان بالقمة تلا حديث قارب القمة تلا كوس وحدثنا أبو الربيع الزهراني واسمه سليم بن داود صبابك ما قاري كرو انت هو اسك قرنيسان قال حدثنا حماد يعني بن زيد بن درهم البصري حدثنا عبد الله بن سواد القشيري عن أبيه عن سمن بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم يسن إذا كذن ويدين ديدن إذا كدوفن من سحوركم سحورتي سحوركم سحورتي إن آذان بلال بلال آذان كيسا ولا بياض الأفق جهاد يا أق عدان تزو عدان أيوم المستطيل كرو ديران يا هكذا كرو يستاجي حتى يستطير إلى إسباهيو إسبلاريو هكذا سيدا سبلارشو وحكاو حماد حماد بهوشة كم تلي بيديك عندي لو يزق عمد قال وحون يلي يعني معترضا يستطير هكذا وحكوا ذا مركو إسكتبو إسبلارشو مركو سواق بريي وقتن كرو سقط من إيزا وبرقي ماءها. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا شعب الحجاج عن سوادة حدث ثم سوادة وأبي حكورنا إياه هذا لكن حكورنا إياه أبيهم حكورنا إياه ولي سمرة وتوسق قلنا هذا عن سوادة القشيري قال سمعت سمرة مزوران بتوس بسمرة قلنا إياه ويلك عبد الله أها وذلك سواد عفوا قال سمرة سمعت سمرة ما يقول أسول وهو يخطب أسوى خطبينية يحدث عن النبي وحان المغلب أن سواد ابن حنظلة القشيري سواد ابن حنظلة القشيري وحان المغلب سمرة أمير خطبيني نبي أن حديثك كتبيني عليه الصلاة والسلام وحونا الشيخ النبي أنه يري
لا يغرنكم نداء بلال بلال آذان كيسوسن إذن كدين نو إذن دين سحورتيني ولا هذا البياض افتين كان عدل سبب وذا كرو استاذان يوسن إذن دين سحورتيني حتى يبدو الفجر أكتر ربط إلى موقطي ظاهرته أو قال من نبي وحيدي حتى ينفجر إلى وضلاعه الفجر أكتر ربط إلى وضلاعه. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا أبو داود سليمان أخبرنا شعب الحجاج أخبرني سوادة ابن حنظلة القشيري قال سمعت صمر من جندب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا حديث كدو الشيخون أكن أنت متابعة سواد لو أبتريي سواد ابن حنظلة اللي يريك أنت سوحليي إلا ما يسمع أنت ربا كجب الله سبحانه وتعالى أعلم.